بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس شرح رواة واش بطريق الشاطبية. أنهينا الحصة الماضية سورة الفرقان، واليوم إن شاء الله سنبدأ مع سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. طبعا هي من حروف الهجاء. الطاء ليس فيها مد، السين والميم فيهما المد ست حركات. تلك آيات الكتاب المبين. آيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، المبين عارض للسكون، فعلى قصر البدل في آيات لنا في المبين ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط إشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مؤمنين إبدال همزة واو خالصة. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. من السماء مد متصل في الإشباع. آية بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، وهو عندنا في الحقيقة همزتان من الكلمتان مختلفتان في الحركة، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. نبدل الثانية ياء مادية، وبالمناسبة الهمزة الثانية هي بدل، فلنا فيها القصر والتوسط والإشباع مع إبدالها ياء. من السماء ياء فظلت لام مفتوحة قبلها ضاء مفتوحة تغلظ اللام، فظلت أعناقهم، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. فعلى قصر البدل في آية لنا في خاضعين ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط إشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم إذا لمز حرف مد محدث إلا، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. فقد كذبوا فسيأتيهم أم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فسيأتيهم أنباء، فسيأتيهم إبدال همزة حرف مد، فسيأتيهم صلة بما الجمع، وهو من قبيل مد منفصل في الإشباع. أنباء مد متصل في الإشباع. يستهزئون بدل واجتمع فيه عارض السكون، ففيه الأوجه الثلاثة المعروفة قصر توسط إشباع. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أولم يروا إلى، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. إلى الأرض، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. كم أنبتنا، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. كريم إن في ذلك، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها حال الوصل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. لآية بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، مؤمنين إبدال همزة واو خالصة. فعلى قصر البدل لنا في مبين ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى من ذوات الياء فيها فتح متقلب وجهان، موسى كذلك من ذوات الياء فيها فتح متقلب وجهان. موسى أن مد منفصل في الإشباع. أنيت القوم، طبعا هنا قرأ ورش بالإبدال، وفي الابتداء يبتدئ ائت القوم من غير توسط الإشباع، لأنه مستثنى من طريق الشاطبية. وفي الوصل موسى أنيت القوم، وفي الابتداء ائت القوم الظالمين بالقصر فقط. طبعا على قص طبعا على الفتح في نادى، وموسى لنا في الظالمين ثلاثة العارض، وعلى التوسط وعلى التقليل لنا في الظالمين التوسط والإشباع. قوم فرعون ألا يتقون. قال ربي إني أخاف أن يكذبون. إني أخاف قارئ نافع بفتح الياء. طبعا قال رب، نقف بباء ساكنة لأنه ليس فيه ياء. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. صدري، ننتبه إلى الدال حتى لا تصبح ضادة. فأرسل إلى، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. بآياتنا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، هو في مد منفصل في الإشباع. فعلى قصر البدل بآياتنا لنا في مستمعون ثلاثة العارض، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. فاتيا إبدال همزة حرف مد، فقولا إنا مد منفصل في الإشباع. أن أرسل معنا بني إسرائيل. أن أرسل، نقل حركة همزة للساكنة قبلها. بني إسرائيل
بني مد منفصل في الإشباع، إسرائيل فيه مد منفصل في الإشباع، وفيه بدل ليس فيه، وفيه بدل مستثنى من الطريقة الشاطبية، يعني لا نقرأه لا بالتوسط ولا الإشباع. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. طبعا ولبثت ننتبه إلى الثاء مع التاء، وننتبه إلى عمرك لأن الميم مضمومة حتى لا تسكن. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. الكافرين التقليل قولا واحدا. هذا ما فتح الله علينا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.